الله تبارك وتعالى أراد أن يواسي حبيبه عليه الصلاة والسلام، وأن يعرفنا نحن اليوم بالسبب الحقيقي وراء الاستهزاء والسخرية والإساءة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. دققوا معي وتأملوا هذه الآية. قد نعلم، الخطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم، قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون. قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون. كان النبي يحزن يعني نوعا ما مما يسمع من كلام يؤذيه، من سخرية، من استهزاء، يتهمونه بالكذب والتزوير والافتراء على الله والترويج للأساطير، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. استهزأوا به أيها الأحبة واتهموه تهم باطلة. هنا الله عز وجل أراد أن يواسي حبيبه، أن يعرفه بالسبب الحقيقي وراء فعل هؤلاء. هم كانوا يحترمون النبي حتى سن 40 سنة، ويعاملونه باحترام شديد، لأنهم يعلمون صدقه وأمانته ونسبه وأعماله الصالحة وكرمه وأخلاقه الحسنة صلى الله عليه وسلم، معروف. ولكن عندما أعلن لهم أنه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا بإيذائه والاستهزاء به والإساءة إليه. وحاشا أن يسيء أحد لمقام النبوة، ولكن هم يسيئون لأنفسهم حقيقة. قد نعلم أنه إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. سبحان الله، دققوا أيها الأحبة. فإنهم لا يكذبونك يا محمد، فإنهم ليس لديهم هدف معك، ليس لديهم مشكلة معك أنت شخصيا، أنت صادق وأمين وكريم وتريد لهم الخير، ولا تطلب منهم أجرا، وهم يعلمون ذلك. مشكلتهم ليست معك، مشكلتهم مع الخالق عز وجل. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سبحان الله، يعني هذا الظالم يجحد بآيات الله. هنا أيها الأحبة ننبه لقضية خطيرة، يعني نحن عندما نستمع إلى كلام القرآن نرى أو نشاهد أو نستمع إلى ألفاظ أو كلمات مثل الظالمين والكافرين، نظن أنفسنا بعيدين عن هؤلاء. لا، الذي لا يطبق ما جاء في آيات الله بعد أن يستمع إليها، هذا نوع من أنواع الجحود. الله تبارك وتعالى الذي أعطاك المال وأمرك أن تنفق من هذا المال، هذا جحود بآيات الله. عندما الله عز وجل يقول لك يمحق الله الربا ويربي الصدقات، تذهب وتتعامل بالربا، أنت من الظالمين وأنت ممن يجحد بآيات الله. الله عز وجل عندما أمرك أن تغض بصرك عما حرم الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم تنظر إلى ما حرم الله، هذا نوع من أنواع التكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما يقول لك ثق بي، ثق أن الله يستجيب لك، ثق أن الله يرزقك والله خير الرازقين، ثم تلجأ لغير الله وتستغيث بغير الله وتطلب من غير الله وتسأل غير الله سبحانه وتعالى من عباده الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كل هذا أيها الأحبة هو نوع من أنواع الجحود والإنكار لآيات الله عز وجل ولنعمه سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي في الله، أرجو أن نحفظ هذه الآية، نتدبرها، يعني آية مفرحة بالنسبة لنا، أن الله عز وجل عرفنا بالسبب الحقيقي لما يفعله هؤلاء الظالمون بحق هذا النبي الكريم. هم ليس لديهم مشكلة مع النبي،
الله يقول ذلك فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون صدق النبي أحبتي في الله. والله كل ملحد يعلم أن هذا النبي صادق، ولكن التكبر الذي في قلبه والإنكار واتباعه طريق الشيطان هو الذي يجعله يتكبر، ومع أنه يستيقن بآيات الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هو في داخله يؤمن ويعلم أن هذا النبي على حق، ولكنه ينكر ويستكبر ويجحد لأنه ظالم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أحببت أن أتوقف مع هذه الآية الكريمة، بخاصة أننا في عصر الاستهزاء بهذا النبي الكريم. طبعا هؤلاء يستهزئون بأخلاق النبي، يستهزئون بزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئون بالآيات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القضية حدثت مع النبي منذ أول يوم للدعوة إلى الله، منذ أن أعلن أنه رسول من الله عز وجل استهزأوا به، وكل الأنبياء استهزئ بهم أيها الأحبة. الله تبارك وتعالى أراد أن يواسي حبيبه عليه الصلاة والسلام، وأن يعرفنا نحن اليوم بالسبب الحقيقي وراء الاستهزاء والسخرية والإساءة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. دققوا معي وتأملوا هذه الآية. قد نعلم، الخطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم، قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون، قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون. كان النبي يحزن يعني نوعا ما مما يسمع من كلام يؤذيه، من سخرية، من استهزاء، يتهمونه بالكذب والتزوير والافتراء على الله والترويج للأساطير، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. استهزأوا به أيها الأحبة واتهموه تهم باطلة. هنا الله عز وجل أراد أن يواسي حبيبه، أن يعرفه بالسبب الحقيقي وراء فعل هؤلاء. هم كانوا يحترمون النبي حتى سن 40 سنة، ويعاملونه باحترام شديد، لأنهم يعلمون صدقه وأمانته ونسبه وأعماله الصالحة وكرمه وأخلاقه الحسنة صلى الله عليه وسلم، معروف. ولكن عندما أعلن لهم أنه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا بإيذائه والاستهزاء به والإساءة إليه، وحاشا أن يسيء أحد لمقام النبوة، ولكن هم يسيئون لأنفسهم حقيقة. قد نعلم أنه إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. سبحان الله، دققوا أيها الأحبة. فإنهم لا يكذبونك يا محمد، فإنهم ليس لديهم هدف معك، ليس لديهم مشكلة معك أنت شخصيا، أنت صادق وأمين وكريم وتريد لهم الخير ولا تطلب منهم أجرا، وهم يعلمون ذلك. مشكلتهم ليست معك، مشكلتهم مع الخالق عز وجل. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سبحان الله، يعني هذا الظالم يجحد بآيات الله. هنا أيها الأحبة ننبه لقضية خطيرة، يعني نحن عندما نستمع إلى كلام القرآن نرى أو نشاهد أو نستمع إلى ألفاظ أو كلمات مثل الظالمين والكافرين، نظن أنفسنا بعيدين عن هؤلاء. لا، الذي لا يطبق ما جاء في آيات الله بعد أن يستمع إليها هذا نوع من أنواع الجحود. الله تبارك وتعالى الذي أعطاك المال وأمرك أن تنفق من هذا المال، هذا
جحود بآيات الله. عندما الله عز وجل يقول لك يمحق الله الربا ويربي الصدقات، تذهب وتتعامل بالربا، أنت من الظالمين وأنت ممن يجحد بآيات الله. الله عز وجل عندما أمرك أن تغض بصرك عما حرم الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم تنظر إلى ما حرم الله، هذا نوع من أنواع التكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما يقول لك ثق بي، ثق أن الله يستجيب لك، ثق أن الله يرزقك، والله خير الرازقين، ثم تلجأ لغير الله وتستغيث بغير الله وتطلب من غير الله وتسأل غير الله سبحانه وتعالى من عباده الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كل هذا أيها الأحبة هو نوع من أنواع الجحود والإنكار لآيات الله عز وجل ولنعمه سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي في الله، أرجو أن نحفظ هذه الآية، نتدبرها، يعني آية مفرحة بالنسبة لنا، أن الله عز وجل عرفنا بالسبب الحقيقي لما يفعله هؤلاء الظالمون بحق هذا النبي الكريم. هم ليس لديهم مشكلة مع النبي، الله يقول ذلك، فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون صدق النبي. أحبتي في الله، والله كل ملحد يعلم أن هذا النبي صادق، ولكن التكبر الذي في قلبه والإنكار واتباعه طريق الشيطان هو الذي يجعله يتكبر، ومع أنه يستيقن بآيات الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هو في داخله يؤمن ويعلم أن هذا النبي على حق، ولكنه ينكر ويستكبر ويجحد لأنه ظالم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.